الأرصاد تطلق تحذيرات لعدد من مناطق المملكة بسبب تقلب الأجواء وتعاون سعودي أمريكي لمكافحة الإرهاب، ودول الخليج تنفق 5 مليارات دولار على العلاج بالخارج واستياء من إيقاف ملفات العلاج لعدد من المرضى. وأيضا في أهلا لهذا المساء جدل حول اختصاص الجهات القضائية بعد قرار وزير العدل بخصخصة المحكمة الجزائية أو تخصيص المحكمة الجزائية بقضايا القذف عبر تويتر، إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. حذرت الرئاسه العامه للارصاد وحمايه البيئه من نشاط رياح سطحيه مثيره للاتربه والغبار قد تصل سرعتها الى 60 كيلومتر في الساعه، تحد من الرؤيه الافقيه الى اقل من 2 كيلومتر، ومن المتوقع هبوبها على عدد من المناطق السعوديه. للحديث عن هذا الموضوع يسر أن يكون معي عبر الهاتف مدير العلاقات العامة والأرصاد وحماية البيئة والناطق الرسمي بها لها الأستاذ حسين القحطاني. أستاذ حسين مساك الله بالخير. أهلا، مساء النور أخوي عيا. أهلا وسهلا. مساء النار ولا النور؟ النور الله يحييك. طيب في البداية يعني ودنا تبسط لنا التحذيرات على أساس اللي يشاهدنا اليوم نقول له مش ممكن يصير الليلة وبكرة وخلال هذا الأسبوع. نعم، يعني حقيقة كما ذكرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بتقرير للجميع أشارت فيه أن الأجواء المملكة تمر برياح نشطة سرعتها تصل إلى حوالي 60 كيلومتر في بعض المناطق، خاصة المناطق الوسطى والشمالية وأجزاء من المناطق الغربية تشمل الساحلية منها كجدة ورابغ، وفرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشمالية وهبطت منها أمطار من خفيفة من متوسطة إلى غزيرة. حقيقة نحن في مرحلة انتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف. فصل الربيع هو عادة في المملكة يعتبر مرحلة انتقالية تكثر فيها التقلبات المتسارعة التي نشهدها خلال هذه الأيام، من المتوقع أن تعاود مثل هذه الحالة خلال الأيام المقبلة، ولكن تدريجيا سندخل في فصل الصيف وتبدأ أجواء المملكة بالاستقرار ما عدا ارتفاع في درجات الحرارة، والتوقعات تشير إلى درجات حرارة عليا قد تصل إلى 51 درجة مئوية على بعض المناطق الشرقية من المملكة. نعم. طيب بالنسبة للموجات الباردة يعني نعم. مثلا في الرياض الآن وبعض المناطق الحد يعني البرد شوي هدأ أو خف، هل هناك عودة إلى أجواء باردة أكثر في الفترة المقبلة؟ قد تكون هناك موجات لانخفاض درجات الحرارة في معدلات مرتفعة، يعني لن تكون بالمستوى الذي أثر على أجواء المملكة في فصل الشتاء، يعني انخفاض درجات الحرارة في درجات عالية ليس درجات متدنية حتى تلامس الصفر، ولكن قد تنخفض من درجتين إلى 4 درجات في ظل أن أصلا درجات الحرارة هي الآن تبدأ في الارتفاع التدريجي، ونلاحظ ذلك على كثير من المناطق المملكة التي بدأت تشعر بارتفاع درجات الحرارة خاصة الوسطى والشرقية والمناطق الساحلية الغربية من المملكة. نعم، أنا أشكرك أستاذ حسين القحطاني على مشاركتك معنا في يا هلا وهذا التوضيح، واتمنى تكون وصلت للمشاهدات والمشاهدين. فاصل اول ونعود لكم بعد قليل في مواضيعنا الاخرى.